احنا بنسك. عليكم السلام ورحمة الله يا مس. وعليكم السلام. هلو مس. وعليكم السلام. احنا كل حصة بنسجلها، والحصص القديمة كلها هبعت لكم بيها لينك بعد الحصة ان شاء الله تقدروا تتابعوها. احنا بادئين بقالنا فترة وخلصنا مع بعض كونسبت 1 اللي هو الادابتيشن، وهنعمل عليه ريفيجن برضو ان شاء الله مع اول الدراسة، يعني شوية كده نخلص بس كونسبت 2 ونرجع نعمل، ونخلص كونسبت 2 و 3 ونرجع نعمل ميسو هل ريفيجن على خميس المدرسة هتبدأ امتى؟ اخر 30 تسك. تمام. خلاص ان شاء الله هنخلص السيم الاولاني اللي هو بيتكلم عن الليفنج سيستم او الليفنج اورجانيزمز، وهنرجع نعمل ريفيجن تاني على ناكد عليه تاني. فهنعيد كل ده بلس ان انا الحصص كلها اللي فاتت موجوده على قناتي، وانا ببعت لكم اللينك اخر الحصه. الحصه دي هنتكلم على كونسبت 2، حتى اللي جديد معايا اول مره فهيستفاد، لان الكونسبت دوت بيتكلم في موضوع تاني غير الادابتيشن، او بيتكلم برضو في نفس نطاق الادابتيشن بس بيشرح حاجه في جسمنا اللي هي هاو سينسز وورك، كيف تعمل الحواس، يعني ازاي انا بحس باللي حواليا، بسمع بشوف بحس بحاجه سخنه حاجه بارده حاجه خشنه، ازاي انا سينس الفايف سينسز، لو انتوا عارفين الفايف سينسز. احنا بقى بنتكلم في الكونسبت ده ازاي الفايف سينسز وورك، هاو سينسز وورك، كيف تعمل الحواس الفايف سينسز ازاي بتشتغل عندي. ازاي بتشتغل عندي؟ يبقى احنا هنتكلم على الفايف سينسز، وهنتكلم على السيستم الجهاز اللي في جسمنا اللي بيخلي الفايف سينسز دول يشتغلوا، اللي هو النيرفس سيستم الجهاز العصبي. تمام، مستعدين نبدأ؟ عايزاكم تفهموا كويس جدا ونكتب الكلمات زي ما اتعودين كل حصة ان احنا بنسمع الشرح كويس جدا، وبتكتبوا معايا الكلمات المهمة اللي في الدرس علشان بعد ما بنخلص الحصة بتأكدوا عليها في الحفظ، فكده الدرس يبقى خلاص دخل دماغنا او كده احنا استوعبناه من فهم وحفظ كلمات، فنقدر نحل أسئلة بمنتهى السهولة. ده برضو جزء من الادابتيشن. الادابتيشن احنا عرفناه، مين الشاطر اللي كان بيحضر معايا ويقول لي what is adaptation؟ What يعني ايه adaptation؟ أنا يا مس. قول. It's a characteristics They that are help characteristics animals that help reproduce animals to survive and and survive. produce in ecosystem which they live. تمام، اللي هو قلنا ان هي characterize صفة ربنا عطيها لل living organisms to help علشان تساعدهم ايه survive، ان هم يعيشوا and reproduce ويخلفوا ويبقوا موجودين في الكون، لان الكون ده حواليه ظروف كتير، لو انا ما قدرتش اتكيف مع الظروف دي سواء البلانت او الانيمال او الهيومن هيموت. فنفس الكلام لو انت تخيل كده ان انت عايش لا قادر تسمع ولا قادر تشوف ولا قادر تحس، هتعرف تعيش؟ هنعرف نعيش؟ لا طبعا. لا طبعا مش هنعرف نعيش. فهو ده نوع من انواع الادابتيشن اللي ربنا عطاهولي، ان هو عطالي نيرفس سيستم جهاز عصبي اقدر اشوف سنس احس بالايه باللي حواليا، اجمع انفورميشن معلومات من الانفايرومنت من البيئه، اقدر اسمع اشوف اتكلم ادوق المس. تمام، ده كده. طيب مين بقى اللي حضر معايا بحصص بس ما حدش يجاوب غير يعني لما اقول قول
raise your hand. هو النيرفس سيستم ده ايه نوع الادابتيشن ستراكشر؟ بتزكي حاضر بتزكي هقول لك البيج. حاضر، ستراكشر ولا بيهيفيرال؟ مين الشاطر يقول؟ جنات وبلال، ايه فين جنات وبلال؟ دي احنا مش مرة اللي فاتت مش ممكن تقولي ثانية لا جنات وبلال انتوا حاضرين معايا من ميس الاول. هو ميس النيرفس سيستم الجهاز اللي جوه ممكن جسمنا أنا ده ميس ستراكشر ادابتيشن ولا بيهيفيرال ادابتيشن؟ تكيف تركيبي ولا ستراكشر 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 ستراكشر؟ برافو، حاجة جوه جسمنا، تركيب ستراكشر في جسمنا، يبقى اسمه ستراكشر ادابتيشن، تكيف تركيبي، يعني ربنا خلق لنا الحاجة دي في مش ممكن جسمنا جنات علشان. تجاوب نعم جنات تجاوب ماشي خلاص، يبقى ربنا خلق لنا السيستم ده او الجهاز ده علشان نعمل بيه سنس، نحس بيه، فهو كده استراكشر ادابتيشن. اما البيهيفرال زي ما اتفقنا ده سلوك انا بعمله، يعني انا مثلا لقيت خطر بيقرب عليا فانا من الطبيعي ان انا ايه هتفادى الخطر ده واجري، فهو ده كده سلوك انا بعمله، انا اللي بتحكم، ممكن اعمل وممكن ما اعملش. طيب احنا بس الاول قبل كل حاجه عايزين في هاو سينس وورك نسترجع مع بعض، نجيب كراستنا بقى عليكم. اللي احنا بنكتب فيها على طول، ونسترجع السلام مع عليكم. بعض الفايف تمام. شاطره يا ريتاج، New explain. هنسترجع مع بعض او هنكتب كده ملخص للفايف سينسز، مين؟ الحواس الخمسه. ده يوم اخذنا سبت الفايف سينسز دي حتى في الديسكفر، في الانجليش خدنا اتكلمنا عن الفايف سينسز، الحواس الخمسة. ممكن أقولها ماشي يلا قول ايه هما. الهيرينج هيرينج، اكسلنت، و سي وسي، برافو، و تيست تيست، و سميل سميل، and touch تاتش، اكسلنت. دول اسمهم السنسز، الحواس. طيب الاورجانز بقى اللي بحس بيهم، سنسز اورجانز اللي هي اعضاء الحس، يعني انا هيرنج ويز ايه، انا بسمع بايه؟ الاير. يبقى انا عندي اورجانز، انا عندي اورجانز، نكتب هنا الاورجانز، الاعضاء بقى اللي انا بستقبل منهم، الاعضاء اللي هي بتمكنني ان انا اعمل الحاجات دي، الاورجانز اللي في جسمي عندي الهيرنج with air، انا بسمع بالايه، بالاير، وداني. طيب ها، and see with سي my الاي see with my eyes ايز، اكسلنت. طب التست، test with تست mouth with mouth ماوس، mouth تونج، tongue التست في ماوس بقي، لكن انا بدوق اصلا بالتونج بلساني، تونج. and smell with nose سميل ويز ايه؟ ويز نوز، nose انا بشم بايه؟ touch بانفي. with skin انا and touch with hand حاضر هقول لك touch with الفيديو. hand touch تمام with انا hand فهمت على فكره، مش غلط. حاضر، touch with skin touch with تاتش ويز هاند hand او سكن زي ما انت قلتي، oh my الجلد، الجلد feet اللي الجلد ده هو اللي بيتاتش، بيلمس، فبيشوف هوت كولد، هوت سخن، كولد بارد، روب خشن، سموث ناعم، فبيشوف ده. انا عندي السنسز الحواس، وسنس او اورجان اوف سنس، اعضاء الحس، اورجان اوف، يا ريت تكتبوها دي، الكتاب الجديد ولا القديم طيب؟ الجديد. هقول لك، حاضر والله، ثواني بس انا عشان بكتب انا لسه ما طلعتش الصفحة اللي انا بشرح منها. خلاص نكتب دول بقى،
نجيبهم لكم كده عشان تعرفوا. مين وبعدين هو الدرس بيبدأ من امتى ويخلص امتى؟ واحدة الاثنين تمام. كتبناهم، يبقى انا عندي الفايف سينسز الحواس الخمسة، وفي الاورجانز اوف سينس اللي هي اعضاء الحس اللي انا بحس بيه. طيب اللي عايز يعرف البيج اهو عندي 91. Thank you. طيب تعالوا كده معايا واحدة واحدة، أهم حاجة بس نأكد إن إحنا إيه الأساس بتاعنا نكتبه، ده الأساس اللي إحنا هنشتغل عليه. عايزة إيه ثواني بس، إيه أجيب لكم ملخص. عشان نشتغل منه. طيب تعالوا كده، أول حاجة هناخدها بعد ما احنا خدنا السنسز خلاص وخدنا الاورجنز بتاعت السنس، تعال نشوف الانيمالز. في انيمالز ربنا عطيهم اكسترا، عطيهم قوة خارقة في السنسز، يعني عندهم بيسمعوا كويس. How senses are world around them. them كيف نشعر بالعالم من حولنا. تعال نشوف الانيمال ازاي سنس. هتلاقي ربنا عاطي لكل محدش يكتب على البورد، لكل انيمال خاصية بتميزه علشان يقدر سينس يحس أو يشعر بالعالم اللي حوله اللي هو هاو. ودي هنزلها لكم. هاو ده شيت في ملخص هاو سينسز ذا وورلد اراوند ذيم، كيف نشعر بالعالم من حولنا. تعال نشوف الايجيبشن مانجوز. ايه الايجيبشن مانجوز ده؟ اللي هو ده، المانجا بتاعت اللي. لا مش المانجا. لا الايجيبشن مانجوز حاجه كده، ايه حيوان، احاول اجيبه اهو، شبه الحيوان اللي بيبقى في شبه البحر اه اللي هو شبه شبه ال شبه السنجاب كده شويه. ده الايجيبشن، الهمس يعني. نعم الايجيبشن مانجوز. طيب ده الايجيبشن منجوز ازاي كوميونيكيت، يعني ايه كوميونيكيت؟ يعني بيتواصل مع العالم ازاي؟ يعني الفايف سينسز بتوعي اللي انا بستخدمهم دول انا بعمل بيهم كوميونيكيت، بتواصل مع، وكوميونيكيشن ده هناخده في الكونسبت اللي جاي، ان انا بعمل كوميونيكيشن بتواصل مع العالم. ازاي بتواصل؟ يعني انا دلوقتي انا بتكلم فانتوا سامعيني، وانتوا بتكلموني وبتردوا عليا فانا سامعاك، واحنا كده في بينا ايه؟ كوميونيكيشن، تواصل. يا ريت نكتب الكلمه دي كوميونيكيشن عشان معلش يا بنتي، الصفحة رقم كام؟ لا انا شغاله من الشيت دلوقتي الملخص، انا بوريك بس صور، هو الصفحه اللي انا قلت عليها في الاول بيج اللي هي 91 فيها عليك. الصور دي. 90 ايه 91. بجيب لك بس ماشي. مجموعه من الانيمالز وبنشوف ازاي هاو كوميونيكيت، ازاي بيتواصلوا كوميونيكيشن، التواصل. يبقى التواصل اسمه ايه يا حبايبي؟ كوميونيكيشن يعني ايه كوميونيكيشن؟ يعني ان انا اسمع تواصل واتواصل، يعني انا اوصل افكاري للي قدامي، اللي قدامي يبقى حواسك. عارف انا بقول ايه، زي ما انا دلوقتي انا بكلمكم وانتوا بتكلموني، فكده بينا في بيننا وبين بعض كوميونيكيشن. طب الانيمالز بقى ازاي بيعملوا كوميونيكيشن مع بعض؟ يعني اكيد الانيمالز كجروب، يعني الايجيبشن منجوز ده اكيد زمايله المنجوزز التانيين برضو بيبقوا قاعدين مع بعض، فبيحصل بينهم كوميونيكيشن ولا ما بيتكلموش بعض؟
اكيد بيكلموا بينادوا بعض. على بعض. طب لا ايه الطريقه اللي بيتواصلوا بيها مع بعض؟ هنلاقي عندي الايجيبشن منجوز عنده طريقه بيتواصل باي كومبينينج يونتس اوف ساوند. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا كده كلنا نتكلم في وقت واحد، مش بتحس بدوشه؟ يعني مثلا هطلب انا دلوقتي ان احنا ادم واياد وجنات وبلال كلكم تتكلموا في وقت واحد دلوقتي، يعني قولوا كلكم كوميونيكيشن، او كل واحد يقول كلمه. لا انا عايزاكم كلكم تتكلموا في وقت واحد، 1 2 3 اتكلموا كلكم في وقت واحد. حصل ايه؟ او كل واحد يتكلم، ايوه كل واحد يتكلم بسوء، يعني كل واحد يتكلم في حاجه تانية. فهتلاقي حصل ايه؟ احنا سمعنا ايه دلوقتي؟ سمعنا دوشه صرصره. حصل ايه؟ ان احنا مش سامعين هما بيقولوا ايه اصلا. فنفس الكلام الايجيبشن منجوز بيطلع مجموعه اصوات يونتس اوف ساوند، وحدات من الصوت. كومبيننج، كومبيننج يعني بيتحدوا مع بعض. يبقى هو كوميونيكيت بيتواصل باي، انا هنزل لكم الصفحه دي على الجروب. كوميونيكيت باي كوميونيكيتس بيتواصل مع الاذرز الاخرين باي كومبيننج، باتحاد يونس يونتس اوف ساوند سيم لايك شاتر. شاتر اللي احنا عملناه من شويه، الصرصره، ازعاج، اصوات كتير كده داخله في بعض، فانا مش سامع اصوات كتير داخلين في بعض. يبقى ده اسمه هما شاتر. بيكونوا فاهمين بعضهم بس احنا مش اه فاهمينهم. بس احنا مش فاهمين، احنا مجرد ان احنا سامعينه ايه، مجموعه اصوات غريبه، لكن الاصوات دي بالنسبه له هي طريقه الكوميونيكيت، التواصل، بيسمعوها وبيفهموها ويقدروا يتواصلوا مع بعض. يبقى تشاتر، ميك تشاتر، تشاتر يعني بيعمل صرصره، بيعمل دوشه. يلا نكتب كلمه يعني على تشاتر. كده يا ميس، لما الكلاب بتهوه في الشارع ده كده بيتكلموا مع بعض. اه بيعملوا كوميونيكيشن، بس هما بيعملوا اصوات، هما بس اللي فاهمين هي بتاعت ايه. والكلاب ماشي، طبعا نكتب شطر. اه تشاتر. خلاص يعني ايه بقى صرصرة؟ مين الشاطر يقول يعني ايه صرصرة؟ شاتر. كوميونيكيت لا شاطر كوميونيكيت عن تواصل. صرصرة اسمها ايه؟ شاطر شاتر. شاطر شاتر شاتر. شاطر يبقى الايجيبشن منجوز شاطر كوميونيكيت شاطر بيعمل ايه؟ كومبين ساوند، شاطر بيتحد. ادينا احنا عملها تشاتر اهو، كلنا اتكلمنا في ايه؟ مع بعض. فالصوت بتاعنا كومبين ساوند، يعني الاصوات اتحدت مع بعض، دخلت مع بعض، فعملت الشفر. زي بالظبط كده لما تبقى قاعد على البحر وماسك مثلا في ايدك طوب وبترمي على البحر، بتلاقي فيه موجات، تيجي ترمي كتير ترمي كتير، فالموجات تفضل تكتر تكتر وتتداخل مع بعض. هو ده الساوند، لما انا اتكلم وغيري يتكلم، فالموجات دي كلها بتخش مع بعض، الاصوات دي بتدخل مع بعض، بتتحد وبتعمل تشاتر، صرصره، دوشه. تعال نشوف الدولفين بقى. خلاص حاضر. تعال نشوف الدولفين. تعال نشوف الدولفين بيحس ازاي، يعني بيسمع ازاي، او بيحس بالحاجات اللي حواليه ازاي. ربنا عطيله خاصية اللي هو سينس ايكيولوكيشن، وكلمة ايكيولوكيشن دي لازم كلنا ناس ما فيش نعرفها. دولفين في البيت. نعم. لا ده يا حبيبتي شيت انا عم رايح انزلهولك، ده مش الكتاب. خلاص مش ممكن يا ميس تنزل لي البي دي اف ده اه او ال اه بي اه ده؟ والحصة مسجلة اصلا، هنزل لكم التسجيل بتاعها. تمام. انت لو مش كل ده هتلاقوه معاك، معاكوا نهاية الحصة هتلاقوه على الجروب. على الخاص، على الخاص صح؟ لا على الجروب، انا ما اعرفش على الخاص، الجروب. انا هنزله لك على الجروب. تمام على الجروب وانت تابع بقى واخده. تمام خلاص. use تمام a sense echolocation. يعني ايه echolocation؟ يعني صدى الصوت. ايكو لوكيشن، التحديد المواقع. فعارفين كلمة لوكيشن دايما بنلاقيها في الموبايل، لوكيشن، هبعت لك لوكيشن بالمكان، مش بنسمع الكلمة دي؟ لوكيشن يعني موقع، يعني انا بعرف مكان الحاجة، بعرف مكانها فين. ايكو صدى الصوت،
تحديد مواقع الحاجة من صدى الصوت. ازاي؟ جربتوا كده تخشوا مكان فاضي وبتتكلموا فيه فتلاقي فيه صوت بيرجع لك تاني؟ ايوه فعلا بتحصل. صح، بنخش أوضة فاضية مثلا، الأوضة الفاضية دي ملهاش أساس الفاضية، فأنت بتقول يا فتلاقي يا الصوت بيرجع تاني، فده صدى الصوت. ده اسمه إيكو. اسمه إيه؟ ايكو إيكو. لوكيشن يعني تحديد الموقع من صدى الصوت. طب الدولفين بيعملها إزاي؟ الدولفين بيعمل صوت، تمام؟ الدولفين ميك ساوند، بيعمل صوت. تمام. فالصوت دوت هو ال ركزوا بقى معايا. الصوت ده مثلا في حيطة هنا وانا دخلت مكان فاضي وقعدت انادي، فانا الصوت بتاعي طلع مشى 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 مشى، خبط في الحيطة دي، فيعمل ايه؟ يخبط فيها وبعدين بانس بانس، يرجع لي يعني تاني. ريفلكت، يعني ايه يرفلكت؟ يعني يرتد. بانس يعني يرتد، عارف الكرة كده لما تحدف على الارض وترجع لك تاني؟ نفس الكلام. فالساوند الموجات الويفز، الصوت بتاعنا ماشي على هيئة موجات. يعني ايه موجات؟ قلت لما ترمي طوبة في المية بتلاقي فيه موجات كده طالعة. نفس الكلام، انت الصوت الهواء اللي حواليك وانت بتتكلم، الهواء ده عمال يعمل موجات وبتمشي، بتمشي في الهواء. فاول ما بتخبط في اي حاجه بيحصل لها ايه؟ بانس. بانس يعني ايه؟ يعني بترتد زي الكوره، تخبط في الارض وترجع لك تاني. يعني لو جبت كوره وخبطتها في الحيطه بتلاقيها راجعه لك تاني. نفس الكلام، السبب حيط هيخبط فيه هيخبط فيه الحيطه او الاوبجكت او الجسم اللي هو خبط فيه ده، اند ايه؟ ريتيرن باك، هيرجع تاني للدولفين على هيئه ايكو، السلام على عليكم. هيئه صدى. فالايكو يسمع الصدى ده فيعرف ان في حاجه في المكان الفلاني دي ويقدر يحدد مكانها. يعني الدولفين ماشي كده، نركز معانا عشان الايكو لوكيشن دي هنستخدمها كتير. الدولفين اهو طلع صوت، الساوند اهو الموجات الصوتيه ماشيه اهي، ماشيه 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 ماشيه، عملت ايه؟ هيتين اوبجكت، خبطت في الاوبجكت دي اند ريتيرن باك او بانس، رجعت تاني للدولفين، رجعت على هيئه ايكو صدى. فالدولفين سمع الايكو ده وقدر يحدد مكان الاوبجكت ده فراح لها. مثلا الدولفين ده عايز ياكل، فالاكل بتاعه واقف اهو، فعمل صدى، فعمل صوت، الصوت راح خبط في الاكل بتاعه وعمل ايكو، فقدر الضفدع من لما سمع الايكو، لما سمع الصدى قدر يحدد اللوكيشن بتاع الاكل بتاعه وراح اكل. يبقى هو كده بيعمل ايه؟ بيحس ازاي بقى الدولفين، او بيتعامل كوميونيكيت مع اللي حواليه ازاي؟ باي ايكو لوكيشن، باي ايكولوكيشن ايكولوكيشن. ايكولوكيشن ان هو يعمل ايه؟ يحدد لوكيشن، يحدد مواقع الحاجه من صدى الصوت، ان هو يعمل صوت، الصوت يروح يخبط في الحاجه دي يرجع له تاني على هيئه ايكو، فهو يسمع الايكو ويحدد مكان الحاجه بناء على الايكو ده ويروح للمكان اللي هو ايه؟ سمع منه اللي جاي منه الايكو. يبقى نكتب بقى ايكولوكيشن لان دي مهمه هنستخدمها كتير. أنا مش كل حاجة بكتبها ايوه عشان عشان نحفظها. يبقى تحديد الموقع بصدى الصوت ايكولوكيشن. طب صدى الصوت بس اسمه ايه؟ ايكو. صدى الصوت اسمه ايه؟ إيكو ايكو. إيكو. طيب تعال بقى نشوف السناك. السلام عليكم يا أمين. عليكم السلام. مين؟ الحصة بادئة من بدري؟ من شوية بس انا مسجلة الحصة، هتقدري تسمعي التسجيل وهنرجع تاني مع بعض. ماشي شكرا. خلاص. بس اكلوكيشن يعني امس هي صفحة كام؟ فايكولوكيشن قلنا ايه؟ صدى الصوت. ثواني احنا شغالين من شيت معايا وهوريك الصفحه اللي احنا شغالين فيها. قلنا ايكولوكيشن، ثواني يا جماعه بالضبط. ادي شويه. ايكولوكيشن يعني ايكو صدى الصوت، تحديد موقع الحاجه من صدى الصوت. ايكولوكيشن
ان هو بيعمل صوت، الصوت ده بيخبط في الجسم بيرتد ريتيرن باك او بامس، بيرجع له تاني على هيئه ايكو صدى صوت، وبتبتدي يعرف مكان الحاجه اللوكيشن بتاع الحاجه دي من الايكو اللي جه. يبقى الدولفين هاو سنس، الدولفين ازاي بيحس او ازاي بيعمل كوميونيكيت؟ عن طريق ايه؟ ها عن طريق ايه يا شباب؟ ايكولوكيشن ايكولوكيشن. عن طريق ايه؟ ايكولوكيشن ايكولوكيشن. ايكولوكيشن برنامج ايه؟ ايوه انا اوصل في حد كاتب ايه اسم البرنامج؟ مش اصلا في ناس عماله تلعب في الشارع. تمام. طيب تعالى بقى للسناك، التعبان. التعبان ده ما بيسمعش وما بيشوفش، طب بيحدد بقى مكان الحاجة ازاي ازاي؟ مسمو بيبقى عنده عينين هو عنده عينين بس بالحرارة مش جامدين عشان يقدر يشوف بالحرارة في الضلمة. هو السناك ده بيعيش اغلب الوقت تلاقيه في اماكن ضلمة. طب علشان يقدر يشوف الحاجة في الضلمة دي بيعمل ايه؟ heat ability to sense heat specialist body part in their face. وشه، وش التعبان يقدر يحس سنس اوف هيت، يحس بالحرارة بتاعة الجسم. ازاي ده؟ انا دلوقتي لو اي حد، ما حدش يكتب على البورد لو سمحت، اللي هيكتب على البورد هخرجه علشان احنا بنستخدم البورد. الناس اللي معايا من اول ما بدأنا وانتوا عارفين القواعد وماشيين عليها. واللي بيكتب في الشات يا ريت يبطل كتابة. تمام. طيب يعني ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي ككائن طالع من جسم هيت، يعني انا ككائن، اي كائن حي او اي جسم بيطلع منه حرارة. تمام. طيب يقدر هو بقى السناك ده يحس بالهيت دي، يعني لو في حاجة معدية جنبه، فريسة مثلا هياكلها، فيقدر هو بوشه يحس ان في حرارة جاية من الحتة الفلانية فيقوم رايح ناحيتها. مش هو السناك عنده عظم؟ لا ما عندوش عظم، هو ريبيدل، بيزحف على الأرض. يا بنتي خلاص. بتقولي ايه؟ طيب بنتي عملت ايه الحركة دي اصلا؟ نعم، اهدي بقى في ايه؟ اهدي. طب اقفل المايك وزعلها بعد ما تقفل المايك. خلاص. السناك سينس هيت، بيحس بالايه؟ بالهيت، بيحس بالحرارة. عارفين كده في بره لما تبقى في جريمة، يعني البوليس لما يجي يحقق في جريمة مثلا، او حرامي دخل المكان وسرق وعايزين يعرفوا مين او ايه اللي حصل بالظبط في المكان ده، فبيبقى بس احنا عندهم مش في اكل السناكس صح؟ عندهم اجهزه كده. نعم. احنا مش في السناكس. عندهم اجهزه كده، احنا بنشرح لسه، عندهم اجهزه كده بره اسمها الكشف الحراري. بيروحوا بعد الجريمه ما حصلت مثلا بوقت قصير، بتبقى لسه حراره الجسم موجوده في المكان، فالجهاز ده بيقدر. يعني لما الجو حر يكون في حد موجود كده؟ لا لا، انت جسمك بيطلع هيت، حراره، فالحراره بتاعتك دي بتفضل موجوده في المكان اللي انت كنت واقفه فيه. ففي اجهزه معينه زي السناك خدوها. طبعا معظم الحاجات دي هم لما لقوا كائنات الحيه عندهم الحاجات دي، فاحنا ابتدينا نقلدهم ونعمل اجهزه شبيهه بيهم. فبقى في اجهزه بس هو انا ممكن اجاوب؟ لا لا، ثواني لما في انا بشرح، في اجهزه بتحس بالحراره دي او بتكشف عن الحراره دي، فيعملوا ايه؟ يروحوا المكان اللي حصل فيه السرقه او حصل فيه الجريمه دي، ويبتدوا يسلطوا الاجهزه، فالاجهزه تبين لهم ان الحرامي مثلا كان عند الشباك، لان شويه هيت من بتاعه الحرامي، شويه حراره موجوده عند الشباك. تمام. وبعدين مشى شويه مثلا، خرج راح مثلا في حته تانيه، يبقى شويه هيت يتتبعوا، يحسوا كان هم شايفين الايه، الحرامي او اللي عمل الجريمه دي وهو ماشي. ليه؟ لان الهيت بتاعته بتفضل موجوده في المكان. نفس الكلام السناكس، لما اي حاجه بتعدي جنبه او بتبقى قريبه منه بيحس بحرارتها، بيحس بالهيت بتاعتها اللي طالعه من جسمها، فبيبتدي يروح مكان المكان اللي هي فيه وينقض عليها
او ياكلها، او ايه لو خطر يهرب ايه منه. تمام كده يا جماعه، كده واصلين لغايه السناك، في مشكله؟ يبقى احنا خدنا لا المانجوز. ايوه لا، هو اسمه ايه؟ مين؟ بيشوف برضو الحرارة للناس البعيدة. هو مش بيشوف، هو بيحس بيها، وشه بيحس بالحرارة دي، الجلد بتاعه بيحس بالهيت دي، هو ما بيشوفهاش. أكيد في مسافة معينة لغاية عندها هو بيقدر يحس بيها، بعد المسافة دي ما بيحسش بيها خلاص، ده بعيدة أوي. خلاص احنا كده ايه، كنا عند الايجيبشن منجوز اللي هو شبه السنجاب، وقلنا الايجيبشن منجوز ده بيعمل تشطر، بيعمل مجموعة أصوات دوشة كتير بيخشوا في بعض كده كومبين، فيعمل تشطر، تشطر يعني دوشة. الدولفين بيعمل ايكولوكيشن، تحديد المواقع عن طريق صدى الصوت. السناكس هيت سنس اوف ايه اوف هيت، بيحس بالايه، بالحرارة من الاسبيشال في فيس، من الفيس بتاعه. نيجي بقى للباتس، الخفاش. الخفاش ده احنا ما احنا عارفين ان هو حيوان ليلي، يعني بيعيش بالليل، يعني انا ما بلاقوش بالنهار. Not she. قليل أها. قوي لما بتشوف خفاش بالنهار، أمال. دايما الخفافيش بتطلع بالليل زي الفيران بالظبط. يا جماعة احمد لو سمحت ما تكتبش على الشاشة عشان ما اضطرش اخرجك. الباتس بقى، الباتس بس لما يقفل ندخل على نفس اللينك. لسه فاضل 7 دقايق. الباتس بقى حيوان ليلي زي الفيران بالظبط، الفيران انت ما بتشوفهاش بالنهار، ممكن تشوفها بالليل. ليه؟ لانها نوكتورنال انيمال. نكتب الكلمه دي معايا بقى لان دي مهمه برضو معايا. حيوان علشان ليلي، يعني هي حيوان مش ليلي يعني بتبقى بالنهار. بينشط اكتيف ان نايت، يعني تلاقيه بالليل نايم، بالنهار نايم، وبالليل بيعيش بقى وياكل ويعيش حياته، يعني ليل ونهار ونهار وليل. فالحيوان الليلي علشان دي على طول هنتسأل فيها، نوكتورنال انيمال اسمه ايه؟ نوكتورنال نوكتورنال انيمال. أنيمال. ارهاب. نوكتورنال أنيمال. انيمال ارهاب. نوكتورنال أنيمال. نوكتورنال نوكتورنال لا حطي أنيمال. الحوت شيب بتاعها، ثواني يا جماعه هيفصل. خلاص يبقى حيوان لا خلاص نوكتورنال هيفصل، أنيمال. ثواني يا جماعه دي واحده عشان بس اللابتوب هيفصل. يلا يا بنتي تمام، يلا نكتب بقى مع بعض نوكتورنال انيمال. استنى ابعد عن الخط ده عشان تشوفوا عدل، اهي نوكتورنال انيمال نكتبها كده، بتتحمل نوكتورنال انيمال يبقى حيوان ليلي اسمه ايه يا حلوين؟ نوكتورينال نوكتورنال انيمال. انيمال. نوكتورينال انيمال. الباتس نوكتورينال انيمال. الباتس نوكتورنال انيمال، حيوان ليلي. طيب بيعمل ايه الباتس زي الدولفين بالظبط؟ بالليل بيشوف ازاي؟ لا ما بيشوفش، امال بيعمل ايه؟ مس مش صوت مس يوز اوكيولوكيشن، بيستخدم صدى الصوت يعني بيسمع كويس. نيكو. طيب ثواني بقى عشان في سؤال دايما بيتسأل في الاسئله هنلاقيه، هو الباتس والدولفين ايه السنس القويه، ايه السنس السترونج عندهم؟ ميسي الصفحة الدلو. كام عشان أجيبها؟ الايه؟ لا دلو حبيبتي هاي ده هيرنج وانجز. ممتاز، ده شيت لسه ما اجي عند الكتاب هخليكي هقول لك مس الصح. وين؟ السلام عليكم يا ميس. عليكم السلام. ها البات والدولفين بيستخدموا الايكيولوكيشن، يبقى حاسه ايه قويه عندهم؟ بيشوف ولا ايكولوكيشن. لا بيشوف ايكولوكيشن ولا بيسمع؟ سي ولا هير هيرين. ولا تس صدى ولا صوت. تاتش؟ هيرنج. اكسلنت هيرين. هيرنج، هيرين. هو بيسمع صدى الصوت، يبقى الحاسه القويه اللي عنده هو والدولفين الهيرنج، هيرين. بيسمع كويس.
تمام، علشان دي جا في كذا سؤال. يبقى الباتس بيعمل ايكولوكيشن برضو، يطلع صوت، الصوت ده يروح يخبط في الحاجة، لان بالليل بقى الدنيا ضلمة، هو مش هيشوف بالليل والدنيا ضلمة، فهيعمل ساوند، والساوند ده هيت ان أصلا يا اوبجكت، مس هيخبط. حاسة الشر عند البنت قليلة مش جامدة. انا بقول الهيرينج، السمع، هو حاسة السمع اللي قوية، لان هو بيستخدم الايكولوكيشن، صدى الصوت، فهو هيطلع الساوند، والساوند هيت ان اوبجكت، هيخبط في الجسم، فهيرجع له تاني على هيئه ايكو، فهيقدر اللوكيشن يحدد مكان الاوبجكت ده عن طريق الايكو، الصوت اللي سمعه. يبقى الدولفين والبات بيستخدموا ايه بقى يا جماعه عشان كوميونيكيت او سنس يحسوا؟ ها، الهيرينج الهيرنج. هيرينج ايوه، عن طريق ايه بقى؟ هيرينج ايكولوكيشن، هيرينج ايكولوكيشن ايكولوكيشن. يبقى هما بيستخدموا ايكولوكيشن ايكولوكيشن. السناك بيستخدم ايكولوكيشن ايه؟ تمام، السناك بيستخدم ايه؟ سنس اوف هيت، بيحس بالحراره. تعالى بقى الاولز، والاولز دي هنتسال عليها كتير. الاولز اللي هي البومه، البومه، انا عايزه الجدول اللي انا and sorry الجدول ده على فكره انا هنزله لكم، وعايزاكم تحفظوه كويس جدا، على يمكن الجروب يا هتكون ميس. هنزله لكم على الجروب مع تسجيل الحصه، فانا عايزاكم انتوا فهمتوا كويس جدا، فاللي مش فاهم يقول لي عيد تاني. بعد الفهم تحفظ الكلمات كويس، وتعرف كل انيمالز بيستخدم ايه علشان يعمل كوميونيكيت، يتواصل. ميس تعالى بقى الاولت، لان بيتسال فيها كتير، والاولت دي ربنا عطيها برضو نكتورنال انيمال، حيوان ليلي. الاولز دي حيوان ليلي برضو، نكتورنال انيمال، بتعيش بالليل. ربنا عطيها بقى اكسترا اوردينري ما سايت تخلي اند بتكون هيرينج. صاحب النهار. نعم، هي بتسحب نار بس ما بتشتغلش، بتلاقيها قاعده كده واقفه على الشجره، انما بالليل اللي بتبتدي تنشط. تمام، هاف اكسترا اوردينري، عندها اكسترا اوردينري يعني قوه خارقه، هو فين؟ في السايد، ثواني يا حبيبي، سايد والهيرينج، فاضل دقيقه ونفصل وهندخل تاني. عندها قوه خارقه في السايد الرؤيه، والهيرينج السمع، يعني بتشوف كويس وبتسمع كويس جدا. يبقى الاول مش ساعات كده يقول واحد انت عامل زي البومه كده، يعني بتسمع كويس. شبه البومة. هي بومه الاولز. مش أنا مش بعت كل الكلمات اللي حضرتك قلتها لنا تمام، من شوف عندي وصل. لا بس بس. ايوه، بصينا على البومة ما فيش عندها ولا وده. نعم، ما هي لا، البومة يعني عندها ما ودان، عندهاش عندها وده. ودان، عندها ودان بس تحت رشه. ادي الاولز اهي، بتسمع يبقى كويس عندها وده تحت رشها. وبتشوف كويس، ادي عينيها وادي بقها. طب تعالى نشوف بتسمع كويس وبتشوف كويس ليه، عشان ربنا عطيها بول شيبت فيس، وشها شبه الطبق، بول يعني طبق، شيبت شكل، فيسز يعني وشها شكل الطبق. تعال نبص كده على شكل البومة، شايفين وشها مدور كده عامل زي الطبق وغويط، مش هو عشان احنا مش هو هنحط الشكل الساعة فيه اتنين اللي هو صح؟ البول. ايه الساعة